كمدربين في بطولات تاريخ هذه البطوله. ركله اولى ادي عماد كوليبالي وجاباسكي، جاباسكي رايح معاها، جاباسكي ايه رايح معاها يا زاويه وقويه ويتقدم. الركله الاولى ادي امامنا يا زيزو يضعها بقى توني سيلفا حارس في الزاويه الشمال. دفاع ادي قلب دفاع والزجاجه امامنا في منتخب السنغال. الركله الثانيه وادي امامنا عبد، امامنا اهي كوره محمد عبد، ادي امامنا كوره محمد، خلاص ده مند يعني امامنا اهو الجماهير المصريه ما تقلقيش. ضاع محمد عبد المنعم ركله الترجيح، امامنا لاعب بايرن ميونخ بونصار. يا جبل يا جبل يا جبل ما يهزك ريح، بص كيروش المتعلق محمد ابو جبل عباره في ايه؟ العباره في الشكاره، العباره في ويتصدى ويضيع يضيع. امامنا هنا في تنفيذ قليل بونصار، مروان حمدي، مروان يا حمدي يا راعي يا يا بص شوف فرحة محمد صلاح في لقطة صعبة، في لقطة صعبة ضاع اللاعب بونصار ثم كان سجل زيزو وبعد كده سجل مروان حمدي. يلا جاباسكي، يلا ابو جبل، بامبا ديانج، بامبا ديانج الركلة الرابعة، مسجلين ثلاثة الركلة الرابعة بعد قليل، ركلة رابعة جماهير اللي تتمنى الفوز ان شاء الله. مهند لاشين بسم الله، صعبة اللقطة الصعبة، ثلاثة من أصل أربعة والركلة يعني اتصعبت المهمة. زيزو ومروان حمدي وأضع محمد عبد المنعم الماضية أمام ركلة الجزاء. أبو جبل ومانيه، أبو جبل ومانيه عن بطولة هي الأولى ليها في تاريخ